مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده من عين على البرلمان. بنواصل معاكم النهارده متابعه اخر المستجدات تحت القبه، كل ما يدور من كواليس واحداث وقضايا هامه. هنستقبل كمان مشاركاتكم عشان نعرف رايكم في فقره النهارده اللي خصصناها لمناقشه قانون الخدمه المدنيه اللي المفروض البرلمان يناقشه في الجلسات اللي جايه خلال ايام. بنفكر حضراتكم بوسائل التواصل معانا عن طريق الأرقام اللي بتظهر طول الحلقة على الشاشة أمام حضراتكم للمشاركة معانا النهاردة في فقرة النهاردة. اللي عنده كمان أي فيديو أو صور بترصد وضع سيء أو حاجة سلبية بتحصل عنده في أي مكان أو أي ظواهر، يا ريت يبعت لنا على رقم واتساب اللي بيظهر قدامكم على الشاشة بالفيديو أو بالصور عشان نقدر نحلها مع بعض. خلونا نبدأ الفقرة الأولى بأخبارنا. ما تسمعوش كلام حد غيري، أنا راجل لا بكذب ولا بلف وادور ولا ليا مصلحة غير بلدي، بلدي بس. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الدولة خصصت 200 مليار جنيه لمشروعات الشباب، كمان بتواصل تقديم قروض للشركات الكبيرة. قال كمان خلال فعاليات مؤتمر رؤية مصر 2030 إن الدولة المصرية كانت ولا تزال معرضة للتهديد، وإنه الهدف والغاية هو حمايتها، وأقسم بالله إن اللي هيقرب من مصر هشيله من على وش الأرض. ولو بتحبوا مصر صحيح اسمعوا كلامي انا بس بالنص كده. الحقيقه في يعني اصوات كتير توقفت امام كلمات الرئيس النهارده، رغم ان الكلمه كانت واضحه جدا، وقال ليه نسمع كلامه بس؟ قال انا لا بكذب ولا بلف ولا بدور ولا ليا مصلحه غير بلدي وبلدي وبس، وكمان غير كده انا فاهم انا بقول لكم ايه. طبعا ليه حق في كل كلمه قالها، وهو فسر ليه نسمع كلامه هو بس، لأن الأصوات كتير جدا، وبيقول لك في الحكمة العربية القديمة إذا كثر الجواب خفي الصواب. الرئيس اتكلم كمان عن البرلمان وعن الحكومة، وقال إن التوافق بين المؤسسات هو طريق مصر للتنمية. اتكلم الحقيقة عن مواضيع كتير مهمة، ولكن هنسيبكم دلوقتي مع أخبار، مجموعة من الأخبار للبرلمان وإيه اللي حصل النهاردة، وهنبدأ بعد كلمة الرئيس، هنسيبكم تسمعوها مع بعض ونرجع تاني، لأنه هيكون في ضيافتنا النهاردة دكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية السابق. احنا اتكلمنا كتير في حلقات عين على البرلمان عن مقترحات وقدمت ومشاريع قدمت لقانون الخدمة المدنية كبديل للقانون اللي اترفض، ولكن النهاردة هنتكلم عن المشروع المقترح اللي قدمته الحكومة للبرلمان واللي عكفت الحكومة على كتابته في خلال الأسبوعين الماضيين. تابعونا النهاردة بعد ما نسمع كلمة الرئيس، راجع لكم تاني. قطع مصر ولا ايه؟ انا مش هسمح بكده. خلي بالكو انا مش هسمح بكده. محدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع، قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. أنا بقول لكم كلكم، لكل مصري بيسمعني، أنتوا فاكرين الحكاية إيه؟ أنتوا عايزين أنتوا مين؟ لا، دول 90 مليون، وأنا مسؤول قدام ربنا إن أنا أقف قدامه يوم القيامة أقول له أنا خليت بالي منهم. عايزين تخلوا بالكم منهم معايا أهلا، مش عايزين لو سمحتم اسكتوا. مازال العمل بيتم والجهود بتبذل والتآمر بيتنفذ عشان تسقط مصر. شوفوا كل التحديات اللي احنا ممكن نتكلم عليها وكل المخاطر اللي احنا ممكن نكون متحسبين منها ملهاش أي قيمة غير ان وحدة المصريين اللي بيتم دلوقتي
وانا بكلمكم محاوله العبث بيها، محاوله العبث بيها. عايزين ندخل بقى الناس تتقطع مع بعضها، مؤسسات الدوله مع بعض، فئات المجتمع مع بعض. ما احنا كل اللي اتعمل قبل كده من ارهاب ما ينفعش، من ضغوط مختلفه ما ينفعش، لا نجرب حاجات تانية. خلي بالكم لن ينتهي هذا الأمر إلا بنجاحنا الحقيقي في إن احنا نتجاوزه. أنا أعمل عدالة اجتماعية ولا احنا نعمل عدالة اجتماعية؟ احنا نعمل للناس دي ما يليق بيهم. أنا كان عليا والله هقول تعبير صعب جدا جدا، والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأتباع. هنرجع للبرلمان. دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قدم الشكر لرؤساء البرلمانات العربية النهاردة على ثقتهم الكبيرة باختياره لرئاسة المؤتمر الأول ليهم بمقر الجامعة العربية، واتمنى أنهم يوفقوا في مهمة مؤتمرهم في الخروج بقرارات تصون كيان الأمة. وأشاد رئيس مجلس النواب كمان في كلمته في بداية المؤتمر بمبادرة البرلمان العربي والجهد المشترك مع الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي لعقد المؤتمر، ووجه شكر لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية للتأكيد على أنهم أصحاب مسؤولية تجاه شعوبهم وتجاه أمتهم العربية. الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قابل النهارده رؤساء برلمانات عدة دول عربية منها الجزائر، العراق، سلطنة عمان، فلسطين والكويت، وده بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وطبعا ده على هامش أعمال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية تحت شعار رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية. ورئيس المجلس قال إن رؤساء البرلمانات العربية هنوع على انتخابه رئيس لمجلس النواب واستكمال خريطة الطريق، وأكدوا على توطيد أواصر العلاقات البرلمانية بين مصر وبين كل الدول اللي بيمثلوها. احنا تحت القبة دلوقتي النهاردة اجتمعت اللجنة لشكلها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة في المخالفات والتجاوزات اللي صدرت منه ضد رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، وفي تجاوزاته ضد الصحفيين. واستمعت اللجنة لأقوال توفيق عكاشة لليوم الثاني بعد انعقادها امبارح، رغم قيامه بلا اعتذار لرئيس المجلس وتقبيل راسه خلال الجلسة العامة، إلا أن اللجنة استأنفت التحقيق ورفضت الطريقة البلدي دي، قالت ما بقاش وقتها في تجاوزاته وإهاناته للمجلس وتجاوزاته ضد الصحفيين كمان. مش معقول هيبوس راسهم واحد واحد. فاصل وهنستقبل ضيفنا في فقرتنا الحوارية، وفي إطار الحوار المجتمعي اللي فتحه برنامج عين على البرلمان حول قانون الخدمة المدنية، لكن النهاردة إحنا هنتكلم عن القانون نفسه. وضيفنا النهاردة شارك في وضع هذا القانون دكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية السابق، وهيكون لنا معاه مجموعة من الأسئلة. هل القانون الجديد اللي بيضم 74 مادة واللي أرسلته الحكومة بالفعل للبرلمان وتم تشكيل لجنة داخل البرلمان لمناقشته أو لدراسته، هل مشروع القانون الجديد حط في اعتباراته ملاحظات وتحفظات النواب على القانون الملغي؟ الأسئلة دي وأسئلة غيرها كتير هنواجه بيها دكتور هاني محمود، و هنعرف منه بعض ملامح القانون اللي قدمته الحكومة. انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدي عين على البرلمان مرة أخرى أهلا بيكم. احنا اتكلمنا كتير عن قانون الخدمة المدنية اللي رفضه البرلمان، كمان اتكلمنا عن التعديلات المقترحة، ولكن طبعا لازم نتكلم عن مشروع القانون الجديد للخدمة المدنية واللي عكفت الحكومة على اعداده خلال الاسبوعين اللي فاتوا. مشروع القانون الجديد بيضم 74 مادة الحكومة ارسلته للبرلمان، تم تشكيل لجنة داخل البرلمان لدراسته.
احنا بقى بنتساءل هل مشروع القانون الجديد ممكن يكون حط في اعتباره ملاحظات وتحفظات النواب على القانون الملغي؟ هل مشروع القانون الجديد ممكن هيلقى او مرجح انه هيلقى موافقه ان شاء الله من المجلس؟ الاسئله دي ومجموعه كتير غيرها هنحاول نلاقي لها اجابه مع ضيفنا شرفنا في عين على البرلمان دكتور هاني محمود وزير التنميه الاداريه السابق، واللي شارك بالفعل بالراي في اكثر من ورشه عمل اثناء الحوار المجتمعي لمناقشه قانون الخدمه المدنيه الجديد المقدم من الحكومه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. الحقيقه يعني عايزين نبدا بسؤال نقول يعني ليه بنعمل قانون خدمه مدنيه؟ يا سلام، انا كنت هستاذنك ان احنا نبدا بدي. يا رب يا دكتور. ليه في ناس بتقول الله احنا شغالين وقانون 47 وقانون 5 كانوا شغالين والدنيا ماشيه؟ لا، انا عندي يعني 8 اسئله، 4 اسئله للمواطنين و4 اسئله لموظفي الحكومه. الاربع اسئله للمواطنين لو جاوب عليهم بالنفي يبقى احنا محتاجين قانون. هل انت راضي عن اداء الجهاز الاداري للدوله؟ طبعا لا، كمواطن انا كمواطن غير راضي. هل انت راضي عن سلوك موظفي الجهاز الاداري عندما تذهب لاداء خدمه مدنيه خدمه حكوميه؟ لا. الاجابه لا. هل انت راضي عن تغيير سياسات كل وزاره مع تغير الوزير؟ لا. طبعا لا. هل انت راضي عن حجم وتراهل الجهاز الاداري للدوله؟ لا. لا. طب بالنسبه لموظف الدوله ليه بقى؟ لان الجهاز الاداري للدوله بيخدم المواطن، ومين اللي بيخدم المواطن؟ العاملين في الجهاز الاداري للدوله. فلما الاربع اسئله بنسالهم المواطن كلها بتقول لا، او حضرتك لو عملت اي سيرفي او اي استطلاع راي هيطلع لا. طيب نرجع بقى، طب موظف الحكومه، لو سالنا موظف الحكومه هل انت راضي على نظام التعيينات في الجهاز الاداري للدوله؟ هيقول لك لا، انا شفت وانا في الحكومه شفت عائلات في كل هيئه وفي كل مؤسسه طبعا. وكلها يقول لك متعين بالقانون يعني. لا عزب. بالظبط كده للاسف. خلاص، هل انت راضي عن نظام اختيار القيادات في الجهاز الاداري للدوله؟ هيقولوا لا. هقول لك لا. هل انت راضي عن نظام تقييم الاداء للعاملين بالدوله؟ ده اللي ممكن يقول عليه اه. ليه بقى؟ لان 99% او 98.8% من العاملين في الدوله بياخدوا تقدير امتياز وهما بيشتغلوا. احنا بالظبط يا فندم، احنا على الورق احسن حكومه في العالم. مفيش حكومه في العالم التقديرات السنويه اللي العاملين فيها 98.8% امتياز، مش جيد جدا حتى. ف الا بقى الغلبان اللي متخانق مع المدير. لا، مش اللي متخانق مع المدير يا فندم، اللي واخد جزا، اللي واخد خصم المرتب، هو ده اللي ما بياخدش امتياز. طالما ما خدتش دول، وعشان كده القاعده في الجهاز الاداري يعني تشتغل كتير تغلط كتير تتجزا، ما تشتغلش ما تغلطش بقى هتترقى. لان فهل المساواه بين اللي يعمل والذي لا يعمل في الجهاز الاداري هتكمل كده على طول؟ لا. انا وانا وزير ولا عارف اقدر اللي بيشتغل ولا عارف عاقب اللي ما بيشتغلش. أيوة، لان القوانين مكبلاني. يبقى احنا لازم كان نعمل قانون جديد. انا وانا وزير التنميه الاداريه لما حطيت المحاور بتاعت اصلاح الجهاز الاداري اولهم هو التشريعات. فالحقيقه الدكتور اشرف العربي والفريق العمل اللي معاه بداوا في هذا القانون، وتم اصدار القانون في شهر 3 اللي فات، يعني بقاله اكتر من سنه. وطبعا اتعرض على مجلس النواب وتم رفضه. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الحكومة خدت من مجلس النواب أسباب الرفض مكتوبة وإيه المشاكل اللي موجودة. ومش بس كده، كمان الحقيقة الدكتور أشرف فريق العمل اللي معاه قعدوا مع بعض النقابات ومع نقابات العمال وخدوا أكبر قدر من التحفظات اللي موجودة عند هذه التجمعات على القانون، عشان الناس ما تقولش إنه ما اتعملش عليه حوار مجتمعي. لا لا لا، لا اتعمل عليه يعني حوار مجتمعي، اتعمل عليه حوار مجتمعي. طيب أنا كنت من الناس اللي كنت حزين على رفض القانون، ولكن الحقيقة بعد ما شفت التعديلات اللي اتعملت بناء على اعتراضات أعضاء البرلمان والنقابات العمالية، الحقيقة هنتكلم عليها دلوقتي، كلها تعديلات منطقية ولا تؤثر على شكل القانون الأساسي وأهدافه، ولكنها بتيسر وبتعمل نوع من أنواع التيسير على المواطنين على الموظفين الحكومة. طب ما نغير اسمه يا فندم. هو اتغير. هو لا، غير اسمه بالفعل. هو قانون 18 لسنه 2015 اصبح ليس له وجود. لا، جديد اسمه البرلمان. قانون الخدمه المدنيه ولا غير اسمه؟ لا، هو قانون الخدمه المدنيه اصلا، ما ينفعش غير اسمه، هو قانون الخدمه المدنيه. الموظفين عندهم حساسيه. لا، بس هو كان اسمه قانون 18 لسنه 2015. هذا القانون اصبح لا وجود له، ودي لازم يعني نقطه طبعا مهمه، وحضرتك اشرتي ان حتى عدد المواد وترتيبها وكل حاجه مختلفه وتغييرات كثيره حصلت في هذا القانون. لان لازم الموظف يبقى عارف ان، لان في بعض الناس تقول هي الحكومه رجعت القانون تاني. لا، وهنتكلم دلوقتي على كميه التعديلات اللي اتعملت، وزي ما هنشوفها معظمها ان لم يكن كلها
تعديلات منطقية وتساعد على قبول القانون من اللي كانوا بيعارضوا هذا القانون. هل حديث الرئيس النهاردة عن عدم وجود نيل تسريح عمالة في الدولة رسالة طمأنة للمواطنين؟ وعلى فكرة هو قالها قبل كده. يعني هو سيادة الرئيس في, 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 في يعني في لقاء من اللقاءات بتاعته لما بعد رفض القانون أبدأ يعني حزنه على أن البرلمان رفض القانون. وقال احنا عندنا في عيد الشرطة كان في عيد الشرطة مظبوط تكريم أسر الشهداء كانت رسالة واضحة الحقيقة. رسالة واضحة بس احنا برضو كشعب وكمواطنين يجب أن نكون فخورين أن أصبح عندنا برلمان بيرفض قانون الرئيس موافق عليه. يعني ما حصلش من 60 سنة ولا أكثر. دي بقى يعني رغم كنت تحفظي على الرفض وكنت أتمنى أنه يتوافق عليه بس يتحط تحفظات معينة يتم تعديلها. ولكن هذه رسالة واضحة لأي حكومة هتيجي في مصر بعد كده أن احنا خلاص أصبح عندنا برلمان مش بيهزر. ونتمنى أيوة طبعا ونتمنى أنهم برضو يحطوا في اعتبارهم الجزء الأخير من الرسالة وهم بيصوتوا على القانون أنه أن البلد مش هتتبني بالمجاملة ولا بالمزايدة. بالضبط. وما ينفعش أن أنا أحافظ على الموظف الحكومة اللي مش عايز يشتغل وأقول حرام. حقيقي. هو حرام أنه ما يشتغلش، مش حرام أنه هو نسيبه بهذا الشكل. حقيقي. طيب ايه اللي حصل؟ تم تجميع الاعتراضات او التحفظات اللي موجوده عند الساده اعضاء مجلس النواب، وحصل لقاءات مع القيادات العماليه ونقابات العمال، وتم تجميعها، واشتغل الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط وفريق عمل كبير معاه على التغييرات او القانون الجديد. انا عايز اقول انه قانون جديد دخل المجلس. طب عايزين ناكد على الجمله دي فعلا كل شويه، ده قانون جديد، ده قانون جديد داخل مجلس النواب لاول مره لانه مختلف طبعا. خلاص اكيد. واتوزع، ودي بقى الميزه، ان القانون مع النواب من يوم الاحد اللي فات فموجود معاهم بقاله مده وهيتناقش الاسبوع الجاي. فالحقيقه عندهم فرصه جيده لقراءه القانون ووضع اي تحفظات ممكن تكون موجوده. طيب نيجي نقول بقى، طب ايه اللي حصل؟ ايه التعديلات اللي حصلت؟ احنا معانا برضو تكست، يعني يا ريت ينزل معانا على الشاشه لبعض الملاحظات اللي كانت على انا هقولها عشان وحضرتك بتقول تعديلاتها تبقى ظاهره معانا، يبقوا طيب. بيربطوا بين الاثنين، لانه كان في طبعا، وعايزين نعرف من حضرتك ماذا عن رضا المواطن، عن الرسوب الوظيفي، فساد التعيينات، يعني اكيد الحاجات دي كلها القانون الجديد ساعد في حل تلك. القانون الجديد اتعمل عشان كده، عشان يعني دي اهداف من اهداف القانون الجديد. طيب اول حاجه كان القانون 18 القديم بيقول ان من حق الموظف ان هو يتظلم من التقرير السنوي بتاعه، تقرير الكفاءه السنوي او الست لكل نصف سنوي، واذا لم ترد عليه جهه عمله في خلال 60 يوم بالقبول او بالرفض يعتبر الطلب بتاعه مرفوض. فكان التحفظ بتاع الساده النواب، وانا اعتقد ان تحفظ في محله، قال لك لا انت لازم ترد عليه، مفيش حاجه تقول له ان بعد 60 يوم ما جالكش رد يبقى التظلم بتاعك مرفوض. طب انا هعرف منين اترفض ليه؟ دي الاسباب. فالقانون الجديد، وانا بحب دايما اقول القانون الجديد غير هذه النقطه، وتم الاستجابه لهذا الطلب، وتم اضافه جزء بيقول ويجب على اداره الموارد البشريه اعلان الموظف بنتيجه تظلمه والاسباب التي بني عليها. وده ما كانش موجود في القانون القديم، واعتقد ان دي اضافه كلنا متفقين عليها، ان مفيش حاجه تقول لي ان بعد 60 يوم ما ردتش عليك يبقى طلبك مرفوض. خاصه انه مش بس بيقولوا ترد عليه بالقبول ولا بالرفض، تذكر اسباب الرفض او اسباب القبول، عشان يحس الموظف بالعداله. بالظبط يا فندم. ايوه بالظبط، يبقى في نوع يعني من الشفافيه. تمام. طيب كان بعض الاعتراضات من الساده النواب بتقول ان نظام الترقيات بالاختيار، طبعا القانون الجديد زود نسبه الترقيات بالاختيار بنسب معينه في كل الدرجات الوظيفيه. طب هو ايه السبب ان اتعمل كده؟ السبب ان احنا كانت الترقيات كلها ما عدا الاداره العليا كانت بتتم بالاقدميه المطلقه. مفيش معايير للكفاءه ولا التميز. كملتي الفتره البينيه مثلا 3 سنين تترقي. طب انا عندي واحد بقاله سنتين بس ممتاز وعايز احافظ عليه، لا ما اقدرش ارقيه. بيستنى في الدور. لا ده من مميزات الحقيقه القانون. ده مميزات القانون. لانه في معايير للكفاءه. وعلى فكره للتميز، للمهارات. بالظبط. النواب لم يعترضوا على ده. هم اعترضوا على ايه؟ هم قال لك طبعا يبقى في ترقيات بالاختيار عشان نعرف نشجع المتميزين. ولكن قال لك هو سايبها عايمه، القانون سايبها عايمه، قال بالاختيار وساب كل وحده تحط هي معايير الاختيار. القانون الجديد قننها. القانون الجديد قال ايه؟ اما الترقيه بالاختيار في الوظائف التخصصيه فيجب الحصول على تقويم اداء بمرتبه ممتاز، فاذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقيه بالاختيار من الحاصلين على مرتبه ممتاز
اقل من العدد المخصص للترقيه يتم تكون الترقيه في الجزء الباقي من الحصيله على درجه كفء، وهي الدرجه التاليه لها. أي. وكمان مش بس كده، ولكن ادى برضو بعض بعض المعايير الاخرى اتنص عليها في القانون، فلا يستطيع الذي يتم اللي بيختار الشخص للترقيه لازم يلتزم بهذه المعايير، فما اصبحتش متسابه للاهواء الشخصيه. يبقى ده بالنسبه للجزاءات وللترقيات. لسه احنا لسه ما جيناش على الجزاءات، عشان الجزاءات لها موضوع طويل شويه. ولكن التظلم من التقرير السنوي. عفوا. طب ممكن استاذن حضرتك ان احنا بدانا نستقبل تليفونات، هل ممكن تشاركنا في استقبال بعض تليفونات المواطنين؟ يعني شكرا لسعة صدرك، يعني من ايام ما كنت حضرتك يعني وزير وكان عندك سعة صدر دايما. لا 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 طبعا. في تقبل يعني كلام الناس وتساؤلاتهم. تحت امرك. معانا عبد الفتاح من المنوفيه، اتفضل. اتفضل يا عبد الفتاح. عمر، ايه تساؤلاتك؟ مساء الخير يا باشا. مساء الخير، اهلا. والله بالنسبه لقانون الخدمه المدنيه، احنا بنتكلم عن قانون جديد. ليه مش بيطبق على القطاعات بحالها؟ ليه مش بيطبق على القطاعات بحالها؟ صح. طيب شكرا يا عبد الفتاح، هنجاوبك. تقدر تسمع حالا سياده الوزير. طاهر من المنيا، اهلا بيك. السلام عليكم. اهلا بيك. وعليكم السلام. دلوقتي قانون الخدمه المدنيه تناسى حكايه المرتبات بتاع الناس المنتدبين، وكل المنتدبين دلوقتي ما حدش طايق المرتبات. مرتبات المنتدبين يعني. قعدنا 8 شهور ما خدناش مرتبات. لو وزارة المالية عارفة تحل. يعني انت بتتعامل من ساعة، قصدك من ساعة مارس، من ساعة ما تطبيق القانون. من ساعة من اول واحد سبعة لغاية دلوقتي قديمة 8 شهور، 9 شهور اهو. طيب شكرا يعني. شكرا استاذ طاهر. حضرتك تحب نكمل الاول جزاءات وبعدين نيجي للاسئله، نكمل قصدي النقط الاخرى. طيب بس انا اسال مؤاخذتك يعني هنجاوب دلوقتي ولا نخليها زي ما حضرتك تحب؟ يعني نخلص من دول لانه عندهم حق فيهم الاثنين. تمام. الاستاذ عبد الفتاح بيقول لماذا لا يطبق على جميع القطاعات؟ ودي الحقيقه نقطه جوهريه. مفيش بلد في العالم فيها كميه اللوائح الخاصه والقوانين الخاصه بهذا العدد المهول من احنا النهارده المعلمين عندهم لائحه خاصه، عندهم قانون خاص، اتحاد الاذاعه والتلفزيون، الشرطه، الجيش، القضاء، كتير جدا عندهم لوائح خاصه، بس هذه القوانين الخاصه طالعه بقانون ولا تغير الا بقانون. احنا عندنا الاغلبيه العاملين في الجهاز الاداري للدوله بيطبق عليهم قانون الخدمه المدنيه، وبيطبق عليهم قانون 47 اللي كان موجود. ودي مرحلة أولى، يعني اللي أنا فهمته الحقيقة من المشرع أو من وضيع القانون إن إحنا الأول بنغير قانون 47 الذي يطبق على جميع، بلاش نقول الجميع، أغلب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ثم المرحلة الثانية ننظر للكادرات الخاصة ونبدأ نشوف إزاي نقننها وندخلها تحت هذا القانون مع الوقت، لأن القانون ده لا ينطبق عليهم، لأنه قانون 47 كان لا ينطبق عليهم، والكادرات الخاصة تم إصدارها بقوانين. أيوه. ما ينفعش ان احنا يعني نعمل كل حاجه مره واحده، يعني ما نعملش حاجه. فهذا القانون بيطبق على عدد ضخم جدا من العاملين في الدوله. ما زال في ناس بتشتغل بكادرات خاصه، وهذه هتكون المرحله القادمه. الحقيقه اول مره حد يدينا الاجابه دي يا دكتور. لا 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 يعني لا. شكرا يا دكتور. لا يا لانه الكل بيقول ليه ومحدش عنده اجابه. لا هي ان احنا بادئين تدريجيا. بادئين تدريجيا. هنوصل لانه هيبقى بيطبق على الجميع. خلصنا القانون العام. على فكره في كل دول العالم في بعض الجهات الحكوميه بيبقى لها كادرات خاصه لظروف خاصه، زي الجيش، زي الشرطه، زي القضاء، بس الكميه اللي عندنا كميه الكادرات الخاصه كبيره كتيرة جدا. كل وزير في وقت من الاوقات عاب يعمل حاجه معينه للموظفين بتوعه، هعمل لهم كادر خاص، وطلع بقانون ولا يتغير الا بقانون. وفي برضه يا دكتور نقطه ثانيه، انه كان في نوع من التفريق برضه داخل المؤسسه الواحده، يعني بيتقال انه ودي حاجه انا شايفاها برضه منطقيه لكن الناس تتساءل عنها، انه جوه مثلا ناخد مثال بالصحه او يعني يطبق القانون على الاداريين وليس على الاطباء عشان مثلا. الاطباء عندهم كادر خاص. عندهم كادر خاص ليه؟ لان هم محتاجين كادر خاص، هم عندهم طبيعه عمل مختلفه، عندهم مصاريف مختلفه، ممكن يستدعى في اي وقت، ممكن يشتغل بالليل والنهار، الاداري بيخلص شغله الساعه 2 ويمشي. ما هو ده نفس النظام كان في ماسبيرو او في الاعلام. الاداريين غير الفنيين او البرمجيين، لان دول طبيعه عمل ودول طبيعه عمل. وعلى فكره ده في كل حته في العالم. في كل حته في العالم. مش عندنا بس. ايوه. احنا لا مش بس احنا اللي بنعمل كده، ده موجود في العالم كله. الـ في يعني بالنسبه للتفاوت اللي حضرتك بتقول عليه، احنا حتى في الوحدات الاداريه التي يطبق عليها قانون الخدمه المدنيه في ظلم مبين بين العاملين، وده القانون بيعالجه.
حضرتك لو انا خريج كليه التجاره في سنه معينه وزميلي خريج كليه التجاره في نفس السنه ونفس التقدير ونفس الجامعه واحنا الاثنين اشتغلنا في الجهاز الاداري للدوله في نفس اليوم، انا بحاول يعني اشيل كل المتغيرات منه، بس انا اشتغلت مهندس في او بكالوريوس تجاره في الاحياء في الـ في الـ في وزاره التنميه المحليه، وانا اشتغلت محاسب في الضرايب او في الجمارك او في اي جهه من الجهات اللي هي بتدي حافز جامده. عارفه حضرتك بعد سنتين ثلاثه من التعيين هذا الموظف اللي بيشتغل في المحليات هيقبض 1600 جنيه 1700 جنيه، وهذا الموظف اللي بيشتغل في جهه اخرى تنطبق تحت قانون 47 وقانون 18 والقانون الجديد ياخد 4500 جنيه. ليه؟ لان في جزء مهم جدا في الدخل بتاع الموظف اسمه حافز الاداء او الاثابه. في بعض الجهات عندها الاثابه دي عباره عن 200% من المرتب الاساسي بتاع زمان اللي ما بقاش موجود دلوقتي. المرتب الاساسي بتاع زمان ده كان في حدود 300 جنيه. واخد بال حضرتك؟ فهو بياخد 300 جنيه وبياخد بعض علاوات مش عارف ايه، علاوه مضمومه وعلاوه غير مضمومه مش عارف ايه. وفي الاخر بياخد اثابه 200% من 300 جنيه تبقى 600 جنيه. ف 600 و300 وشويه حاجات يوصل له 1000 وشويه. الثاني 1500% الاثابه بتاعته. فحضرتك اضربي 300 في 1500%، فرغم تساوي الاثنين في المرتب الاساسي وفي سنه التخرج وكل حاجه ولكن في اخر الشهر واحد بيقبض 1500 جنيه واحد بيقبض 4500 جنيه. ده شيء عالجه القانون. ده موجود ده موجود. والمشكله ايه بقى؟ ليه القانون ده عالج الحته دي؟ لان مع الوقت الجاب دي او الفجوه دي عماله تكبر. ايوه اخبار حضرتك؟ ايوه. فالاستاذ طاهر سال على ان المنتدبين مرتباتهم واقفه، ودي حاجه غريبه جدا. لان طب انا معلش هستاذنك بس زمايلي في تليفونات ثانيه في مداخلات كتير، هنسيب الاجابه دي مع الاخرين. اتفضل احمد من الجيزه. احمد من الجيزه. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكلم الدكتور هاني. اتفضل اتفضل يا فندم. دكتور ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. لما كان اول ما طلع القانون الخدمه المدنيه وحضرتك كنت طلعت كذا مره وقلت ان في الاول القانون ده كويس جدا وحلو قوي وهيعمل حاجات اداريه جميله واللي هيفرق بين العامل الكويس والموظف المكسل والكلام من ده، واخد بال حضرتك؟ فدلوقتي جاي حضرتك برضو بتاع ايه، بتوافق البرلمان على او القانون الجديد في النقط الجديده برضو بتقول عليها دي؟ لا هستاذنك استاذ احمد. استاذ احمد دكتور هاني عند رايه. لا لا هو بيقدم مقترح جديد وهو مش هو اللي بيقدمه. لا لا هو شارك في ورش. لا بس الاستاذ احمد عنده حق بعد اذن حضرتك. طيب احمد حضرتك عندك حق، بس انا كنت موافق على القانون على فكره. معظم الحاجات اللي انا قلت عليها انها اساسيه لانقاذ جهاز الاداره الدوله لم تتغير في القانون الجديد. في حاجات كانت موجوده ولكن موجوده في اللائحه التنفيذيه، ولكن البرلمان طلب انها تكون موجوده في القانون، وده ما حصلش تغيير. يعني مثلا الحد الاقصى لساعات العمل ده كان موجود في اللائحه التنفيذيه. البرلمان قال لا، طول ما هو موجود في اللائحه التنفيذيه تستطيع الحكومه تغييره بدون رجوع للبرلمان. لو سمحتوا حطوه لنا في القانون. داخل القانون. فتنقل من اللائحه التنفيذيه للقانون. الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ان الموظف لما رفع الجزاءات كان القانون 18 بيقول لا الجزاء مش هيترفع. القانون الجديد اللي دخل المجلس لا بيفرق بين بعض الجزاءات، في بعض الجزاءات البسيطه سيتم رفع الجزاء بعد 6 شهور او بعد سنه او بعد سنتين، وفي لحد 3 سنين، لكن في بعض الجزاءات لن ترفع لجسامتها. فالتعديلات اللي حصلت يا احمد اللي انا موافق عليها وحاسس انها مفيده لا تغير في صلب القانون ولا تغير من اهداف القانون. شكرا يا احمد. ومحمود من الجيزه برضو. محمود اتفضل. أيوة. يا استاذ محمود اتفضل. ايوه اتفضل. أيوة. يا استاذ محمود وبعد اذنكم هنعتبره اخر تليفون. أيوة. عشان دكتور هاني. أيوة. نلحق نتكلم. اتفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. أيوة. عليكم السلام. محمود سامعينك اتفضل. انا دلوقتي بكلمك بخصوص التسويات. تسويات. يا فندم التسويات. انا خمسه انا بالنسبه دلوقتي بس للخمسه في الميه ده دلوقتي ساعتك مش كفايه. انا عايز حته اثناء من الوظيفه المكتبيه للوظيفه التخصصيه.
ده اقل حاجه يعني. احنا دلوقتي يعني هنسمع من دكتور هاني ماذا بخصوص التسويات والجزاءات. اتكلمنا عن الترقيات، هنتكلم عن التسويات وعن الجزاءات وعن الاجور حالا. تابعنا يا استاذ محمود، شكرا ليك. اتفضل يا دكتور. دي نقطة مهمة بتاعة 5%. لأن أنا حتى في كل البرامج اللي طلعت فيها قبل موضوع التعديلات كنت أنا واحد من الناس بقول إن 5% إنها تتحط في القانون 5% وبس. الحقيقة بيقفل قوي على الدولة، إن لما يبقى عندها الإمكانية إنها تدي 7 أو 8% لازم تغير القانون. فال 5% أنا عن نفسي كنت معترض إنها تبقى 5% فقط، مش عشان نديها النهاردة أكتر من 5% لأن إمكانيات الدولة لا تسمح بأكثر من 5% النهاردة. بس خلينا أشرح ال 5% دي ومقارنتها بالنسب القديمة في القانون القديم. ال 5% دي هي 5% من الأجر الوظيفي اللي أصبح في المتوسط هو 3 أمثال الأجر الأساسي القديم. النهاردة المرتب الوظيفي أو الأجر الوظيفي أصبح بيتراوح ما بين 750 ل 950. الأجر الأساسي القديم كان في حدود 250-350. فال 5% دي هي 15% من الأجر الأساسي بتاع زمان. خلاص؟ يعني أكنها يعني أكتر من النسبة القديمة. بس عشان هي 5% من الأجر الوظيفي اللي أصبح النهاردة بيقترب من 1000 جنيه. فأصبحت إمكانيات الدولة حاليا لا تسمح بأكثر من 5%. ولكن هنتكلم على الحوافز وتم فتحها إزاي في القانون. لكن الأساسي يا دكتور كانوا بياخدوا الأول النسبة دي من أساسي المرتب. من أساسي المرتب. إحنا الصفحة بتاعت المرتب بتاع كل موظف الحكومة ما كانش حد في الدنيا بيعرف يفهمها، لأن في مرتب أساسي صغير جدا 250-300-270، وبعدين في الآخر مجموعة من العلاوات المضمومة والغير مضمومة ولا مش عارف إيه، وبعدين في الآخر الحافز أو الإثابة زي ما بيسموها في الحكومة، وهي نسبة من المرتب الأساسي. النهاردة المشرع أخذ كل العشر أسطر اللي كانوا موجودين دول وحطهم كلهم مع بعض وسماهم المرتب أو الدخل الوظيفي. ما بقاش في حاجة اسمها المرتب الأساسي. وحط فيات معينة حسب الدرجة المالية بتاعتك. هذه الفيات النهاردة أقل مرتب وظيفي بقى 700 جنيه، 750 جنيه. أيوة. فدي الحقيقة ميزة كبيرة في هذا القانون، وبقوا بيبتدوا بكده. احنا بدأنا في الحكومة ب 120 جنيه. طبعا. ده يعني احنا في ناس بدأت ب 17 زمان. مش انا عشان ما حدش يفتكر ان انا عجزت يعني ولا حاجة، لكن يعني والدتي كانت موظفة كبيرة في الحكومة كانت تاخد 17 جنيه. طيب يعني احنا بس الأسعار أيامية الحقيقة كانت مختلفة عن دلوقتي. مختلفة أكيد. طيب يا دكتور نتكلم عن نقطة نكمل التعديلات بقى عشان دي في نكمل التعديلات لأن في نقط مهمة الناس عايزة تعرف. طبعا اتكلمنا على ثلاثة. طبعا اتكلمنا على 5% كمان، وده حاجة كانت في جزء بقى مهم جدا. اتكلمنا برضو على الحد الأقصى للساعات، وقلنا ان هو كان موجود في اللائحة التنفيذية وتم نقله للقانون. مش بس تم نقله للقانون، ولكن تم النص صراحة في القانون ان في حالة زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى اللي هو منصوص عليه في القانون دلوقتي يستحق الموظف مقابل عن ساعات العمل الإضافية. دي ما كانتش موجودة، لكن كانت مفروض انها موجودة عرفيا، لان مش ممكن هيشتغل اكتر من ساعات العمل وما ياخدش. ولكن مجلس النواب طلب انها ينص عليها في القانون عشان ما فيش جهة تقول له لا اشتغل وما تاخدش المقابل. طيب. عندنا جزء برضو الجزاءات مهم جدا، وهو الجزاءات. عشان ده كان برضو من الحاجات اللي الناس متوقفة قدامها. طيب. السادة اعضاء مجلس النواب قالك ما ينفعش ان انت تقول لي اي جزاء يتحط في ملف الموظف لا يرفع مدى الحياة. لان انت بتقول للموظف انت هتفضل عندك الوصمة دي موجودة في ملفك مدى الحياة، فانت وتأثر على ترقياتك وعلى علاواتك. القانون الجديد اللي دخل مجلس النواب عمل ايه؟ قسم الجزاءات حسب حجمها. يعني مثلا قالك الجزاءات البسيطة وهي الانذار والتنبيه والخصم من الاجر بما لا يتجاوز 5 ايام دي ترفع بعد 6 شهور. تتشال من ملف الموظف بعد 6 شهور، اللي هو الانذار والتنبيه والخصم من الاجر. والخصم الاجر لمده لا تتجاوز 5 ايام. وخمس ايام دي بتبقى يعني بتبقى حاجه جسيمه برضو. من الاجر الوظيفي. خصم 5 ايام على فكره الموظف دي حاجه كبيره. طيب هذا الجزاء سيرفع من الملف الخاص بالموظف بعد 6 شهور. طيب اما بقى اذا زاد الخصم عن 5 ايام واقل من 15 يوم يتم رفع الجزاء من ملف الموظف بعد سنه. طيب زاد الخصم برضو عايز اقول لحضرتك حاجه يوم. عشان برضو الساده المواطنين اللي ما اشتغلوش في الحكومه ان موظف ياخد خصم 15 يوم دي لازم يكون عمل حاجه كبيره يعني. حاجه كبيره يعني غلطه كبيره. لكن القطاع الخاص يا دكتور بيخصمه بالشهرين. بالظبط كده. لو حصل بقى
ان المدة تزيد عن 15 يوم ولا تتعدى 30 يوم يتشال بعد سنتين. بعد 24 شهر يتم رفع الجزاء لو كان الخصم اكتر من 15 يوم واقل من 30. ثم بعض الجزاءات بقى الجسيمة تتشال بعد 3 سنين من وقوعها وبعد ما يتحط فيها. فانا النهاردة عندي جزاء ممكن يتشال بعد 6 شهور لو هو كان جزاء بسيط، ممكن يتشال بعد سنة لو هو جزاء متوسط، ممكن يتشال بعد سنتين، لكن في بعض الجزاءات الجسيمة لا ترفع الا بعد 3 سنوات. ايوه. فالحقيقة هذا الوضع وازن بين الاثنين، وازن بان ما كان الاول بعد 6 شهور اي جزاء بيتشال. وده ما كانش الحقيقة يعني يقول لك مش عدل. انا بنفسي سمعت بعض الموظفين الحكومة يقول لك اضرب، يتكلم على مدير اضربه يا سيدي هتحط لك في الملف 6 شهور تتشال. ايوه ما كانش ينفع. ولكن برضو للحق يقال ان انا يبقى عندي جزاء بسيط ويفضل في الملف بتاعي مدى الحياه. ما كانش الحقيقه طبعا. يعني طيب هستاذنك يا دكتور، هناخد يعني اخر تليفون. سماح من الاسماعيليه. سماح اتفضلي. سماح بس بسرعه عشان الوقت بينتهي. الو. ايوه سماح اتفضلي بس بسرعه عشان الوقت بينتهي. ايوه مساء الخير. اهلا مساء النور. عايزه اسال الوزير سؤال. بالنسبه لتسويه المؤهل. تفويت المؤهل. لا تسويه المؤهل. تسويه المؤهل. التسويه يا فندم. طيب انا واخده مؤهلي وانا في العمل في اول 2014. تمام التسويات دي مهمه قوي. شكرا يا سماح. اتفضل. طيب. يا دكتور مش عايزين ننسى برضو اللي كان سالنا على لا احنا جاوبنا على كل مرتبات الناس المتدربين. حاضر حاضر. هننتقل التسويات. خلصنا السؤال الجزائر. بقى الاستاذه سماح بتسال عليه التسويات. هذا السؤال الحقيقه يقبل يعني هذا الوضع يقبل. احنا عندنا مشكله. ايه المشكله؟ انا تعينت النهارده في وظيفه معينه بمؤهل معين. وبعد فتره قدمت في الجامعه المفتوحه ولا بتاع وخدت مؤهل اعلى. القانون القديم بيقول لك تسوي له حالته. على فكره في معظم الحالات ما كانوش بيسوي، لكن القانون كان بيقول يسوي لحاله. تسوي لحالته. طيب ما عنديش وظيفه في الوحده دي تساوي هذا المؤهل دلوقتي. اعمل ايه؟ لا تسوي لحالته. فكان بيتسوى حالته وياخد الوظيفه وما عندوش مكان معاك يشتغلها وخسرناه في الوظيفه الاولانيه. حد هو كمان مثال. خسر الوظيفه. ده انا هقول لحضرتك حاجه مثال جميل جدا. في وظيفه وزاره المهندس ابراهيم محلب كان في مستشفى متوقف فتحها على عدد معين من الدرجات للممرضات. فتم توفير 40 درجه ممرضه وتم تعيين ال 40 ممرضه. وبعد تعيينهم بفتره بسيطه قال لك احنا في منهم مش عارف 14 ولا 15. قالوا على فكره احنا كمان معانا مؤهل خدناه وعايزين التسويه وعايزين وظيفه اداريه. طب انا هجيب لهم منين انا كحكومه؟ انا طبعا مش في الحكومه دلوقتي، انا بتكلم يعني مكان الحكومه. طب اعمل ايه في الممرضات اللي هيمشوا دول ويروحوا يشتغلوا وظيفه اداريه في نفس المستشفى؟ هجيب منين 15 وظيفة إدارية ل 15 ممرضة واخسر 15 ممرضة والمستشفى تقف؟ طب وحلنا وساعتها تحل. طيب. الموضوع ده وانتهى على ايه؟ ما هو دي بقى كانت المشكلة. عشان كده القانون ده يعني عمل حاجة ممكن تبدو للموظف انها غير عادلة بس عوضهم ماديا. عمل ايه؟ قالك انت تاخد المؤهل بتاعك على عيننا وعرسنا. اول حاجة هتاخدها 5% علاوة تميز علمي. اول ما تيجي تقول والله انا كنت مثلا دبلوم وخدت بكالوريوس او كنت بكالوريوس وخدت ماجستير هيضاف لك الفلوس اللي انت هتاخد 5% من الاجر الاساسي اجر الوظيفي بتاعك علاوه تميز علمي. عشان بنابريشيت او يعني بنحاول نقول لك متشكرين جدا حضرتك عشان نشجع الناس دي على العلم. وكانت في القانون القديم 18 2.5% وتم رفعها ل 5% في القانون الجديد اللي متقدم في مجلس مع النواب. مع الفرق كمان انه مش من اساس المرتب، لا 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 من الاجر الوظيفي اللي هو يعني اكنها بالظبط يا فندم اكنها 15% من الاجر الاساسي بتاع زمان اللي هو كان صغير. طيب ومش بس كده. ولكن القانون قال ايه كمان؟ لكن اول ما تفضى وظيفه مناسبه للمؤهل الجديد انت بيبقى لك اسبقيه وبيبقى لك اولويه في التعيين فيها. لكن ما تجبرنيش النهارده انا رئيس مصنع او مدير مصنع او مدير مستشفى ان انت تيجي تقول على فكره انا خدت مؤهل. انا مش هشتغل شغلانتي دي. انت عارف حضرتك ان مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون قعد لفتره الحمامات ما بتتنضفش ومفيش سعاي ينقلوا الورق بين البتاع لان عدد ضخم جدا من العمال كانوا خدوا مؤهل وبعد الثوره قرروا ان هم مش هيشتغلوا الشغلانه القديمه دي وبييجوا يقعدوا. حقيقي. طب هعمل ايه؟ طب هنجيب منين حد وهجيب منين؟ كان على فكره عددهم تراكم على السنين كانوا 600 واحد. 600 واحد. طب هجيب النهارده منين 600 وظيفه اداريه في اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي مكتظ بالعاملين
هجيب لهم منين؟ فانا الحقيقه كنت شايف رغم ان انا بره الحكومه لكن ببص على الموضوع من نظره خارجيه طبعاً. ان اديله الفلوس اللي يستحقها حقيقي، وكمان اديله اولويه اول ما تظهر وظيفه. دكتور انا اسفه معلش يعني الوقت انتهى، لكن كنا عايزين نسال عن حاجات كتير الحقيقه. كنت عايز اسال حضرتك على تثبيت المؤقتين في الجهاز الاداري عشان يبقى باب وقفلناه، عايزه كنت اعرف وفي بس نقطتين سرعه جدا مهمين جدا للساده العاملين. اتفضل. ان كان في برضو بعض الاعتراض ان ما كانش واضح في القانون ان الوحدات الاداريه للدوله تستطيع انها فوق كل الكلام اللي احنا قلناه ده تدي مكافآت تميز للعاملين المتميزين. مش منطبق عليها اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها. فتم النص في القانون الجديد ان يجوز للسلطه المختصه تقرير مكافآت تشجيعيه للموظف الذي يقدم خدمات ممتازه او اعمالا او بحوثا او اقتراحات. ودي كانت نقطه مهمه انها تتضاف عشان نقدر رئيس الوحده لو عنده ميزانيه يقدر يكافئ الموظف. الشرط الوحيد اللي حطه هنا او شرطين حطهم القانون ان اول حاجه انها ما تبقاش لازم يكون لها مربوطه بالانتاج او مربوطه بالبرفورمانس او باداء الموظف، ونمره اثنين ان يكون متوفر لها البادجت او الموازنه بتاعتها. حاجه اخيره ان القانون نص، وده بقى مش من مجلس النواب الحقيقه ده من النقابات العماليه، القانون نص على تضع السلطه المختصه بالاشتراك مع اللجنه النقابيه في كل وحده اداريه نظاما للرعايه الصحيه والاجتماعيه والثقافيه والرياضيه للموظفين، وذلك بمراعاه احكام قانون التامين الاجتماعي. هذه النقطه موجوده في وحدات كتير عندها نظام اجتماعي ونظام صحي وحاجات زي كده، ولكن تم وضعها صراحه في القانون لتشجيع جميع الوحدات الاداريه بعمل نظم رعايه اجتماعيه ورياضيه وثقافيه للعاملين في المؤسسه. بشكرك جدا، يعني وجود حضرتك وإيضاحاتك كانت مهمة جدا، كلام أول مرة نسمعه، وكان لازم نسمع بيتكلم عن إيه القانون الجديد اللي مقدمه الحكومة. زي ما احنا شايفين إنه هو عالج كل شيء، وفي النهاية الحكومة حقها إنها تقدم تعديلاتها، ونتمنى إنها تلقى إن شاء الله موافقة من البرلمان. وزي ما قال الرئيس إن احنا البلد مش هتتبني أبدا بالمجاملة ولا لازم بالمزايدة. لازم إصلاح. عايزين إصلاح، يبقى لازم تسيبوا اللي عايز يصلح يصلح. سيادة الرئيس النهاردة أعلن خطة مصر أو استراتيجية مصر 2030. هذه الاستراتيجية طموحة جدا، ولن يستطيع هذا الجهاز الإداري بدون إصلاحه أن ينفذها. طبعا. وعايزين بقى ننسى بقى شعار اللي انفتك الميري يتمرغ في ترابه، وده خلاص عايزينه ينتهي من حياتنا ان شاء الله. شكرا جدا دكتور هاني محمود وزير التنميه الاداريه السابق، ولشارك في الراي في اكثر ورشه عمل لوضع القانون ولمناقشه القانون في حوار مجتمعي. شكرا لتشريفك، وشكرا مشاهدينا للمتابعه. نلقاكم غدا حتى يحين موعد لقائنا. دمتم بخير.